عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم؟ محمد القردي. الصفة؟ رئيس جمعية النجاح ومستشار فني في جامعة موسى المجلوب. جلالة الملك يقوم اليوم جماعة سلالات بتدشين أحد المشاريع العملاقة كي كتشوفوها الزيارة هذه. مرحبا. مرحبا بسيدنا. والناس فرحين سيدنا. إن الوزارة الملكية كيحب أي واحد. والدم ديالنا اللي كيتمشى في نادي سيدنا وينصر. والبلاصه اللي كيكون فيها سيدنا كيكون فيها الخيرات. كي كتشوف الابتسامات ديال الساكنه كلها فرحه بسيدنا انه امير المؤمنين محبوب عند الجميع. كينتظر دائما كما سمعنا زياره ديال الملك بكل شغف. حنا باغي الزياره الملكيه تكون اقرب وقت في جيل موسم جدو. انه سيدنا محبوب عند الجميع. حنا ملي كتجينا انا ما نعسش البارح الليل مع الفرحه ديال سيدنا كمستصل الجماعه ما نعسش البارح الليل والمساكين كلها ديالنا ورئيس الجمعيه ديال رئيس جمعيه النجاح مستفدم معايا شي 900 ديال البشر كلها فرحه سيدنا واليوم راه صحو في الكيران الصباح بالفرحه ديال امير المؤمنين جلال الملك المعظم سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وايده. السلام عليكم. المستشار الجماعي بجامعه سيدي موسى المجدوب شكرا على الكلمه ديالك. بارك الله فيك خويا حسن. الصفه منظمة الديمقراطية الشغل وتنفرحوا بزاف بهاد المشاريع اللي تدير لنا المستقبل لولادنا وحنا فرحانين بزاف فرحانين بسيدنا بزاف في المحمدية ولا في المغرب كله ولا في هذاك حنا تنفرحوا بزاف بسيدنا بهاد الزيارة اللي تدوها عندنا في مدينة المحمدية. شكرا على الكلمة ديالك. السلام عليكم. الاسم كريم. عبد الفتاح نسير. الصفة صفة منظمة الديمقراطية للشغل. عاش الملك وحنا شرفنا هاد الزيارة الملكية في مدينة المحمدية والناس ديال المحمدية شرفنا جميعا وبالنسبة لجميع الإخوان القاطنين على المغرب كامل صاعدا. حنا صاحب الجلالة تاج فوق راسنا لهو الأسرة الملكية الله ينصره وينصر ولده وينصر الأخ ديالو الأسرة الملكية كاملة ومرحبا به في جميع المدن في المغرب. الاسم كريم؟ سي محمد غازي. الصفة؟ فائز جمعوي إطار وزارة المالية. اليوم جلالة الملك يقوم زيارة لمدينة المحمدية لشلالة ديال المحمدية لتدشين عدة مشاريع، كي كتشوفوا نتوما كجمعويين هاد الزيارة هاد؟ بالفعل الساكنة ديال المحمدية ما تكون إلا بهجة ومحانة بالزيارة ديال سيدنا اللي عودنا بتدشين مشاريع ضخمة واليوم هاد المحمدية كتحظى بالنصيب ديالها في تدشين واحد المعمل اللي كيعتبر من أكبر معامل الصلب على صعيد إفريقيا. غينعاد إجابة للساكنة ديال المدينة وكنتمنى أنه من هذه المناسبة هذه أنه الناس المهتمين يحاولوا يوظفوا الناس ديال الساكنة المحمدية تكون هي النسبة الأكبر استفادة من المشروع كيد عاملة وهذا المشروع هذا ما يمكن للساكنة إلا تفتخر به وتزهر به. كذلك كنطلبوا من هذا المنبر هذا أنه نطلبوا من المستثمرين الكبار يحذوا بهذا الحضو هذا الخطوة هذه ويحتووا من الفضاء المحمدية من أجل الاستثمار لأن المحمدية معروفة هي قطب ما بين الدار البيضاء اللي هو القطب الصناعي الأكبر وما بين الرباط يعني ما بين الميناء يعني الظروف كلها مواتية للاستثمار بالمحمدية ومن هذا المنبر كندعو لجميع المستثمرين أنهم يحذوا هذه الخطوة هذه ويحطوا في المحمدية ريحان من أجل الاستثمار. شكرا على الكلمة ديالك. صبار خياطي النائب ديال الكاتب العام السي دي تي. حنا اي زيارة كان ديال صاحب الجلالة البلاد ديالو مرحبا به حنا كنرحبوا بسيدنا بلادنا وفرحانين الحضور ديالنا فهو تعبير على تأييد الخط اللي غادي فيه سيدنا ومرحبا بسيدنا في بلاده. يعني انتم اصحاب الطاكسيات فرحانين بهذه الزيارة هذه؟ نعم حنا مع كسائر المغاربة دائما مع المشاريع اللي كيدير سيدنا ودائما مع سيدنا نصره الله. شكرا على الكلمة ديالك. قاري عبد الله كاتب العام ديال المنظمة الديمقراطية للشغل. كيحصل لنا الشرف يجي سيدنا عندنا هنا ويبقى يكرر في هذه الزيارات. حيت مهما كيجي سيدنا لهاد المدينه ويشوف هاد المدينه كتبقى هاد المدينه ديما تصوم يحسن لنا الشرف يبقى ديما يكرر وكنطلبوا من سيدنا يجي ديما يكرر لنا هاد الزيارات لهاد البلاد باش تقاد وباش تصوم. دريس بيلو رئيس جمعيه فداء الوطن لسيره الاجره. كي كتشوفوا الزياره ديال صاحب الجلاله اليوم لمدينه المحمديه؟ نيابه عن جميع السائقين وارباب ومستغلي سيره الاجره في المحمديه كننوب هذه الزيارة وما يمكن لنا إلا نصفقه بحرارة وواحد الفرحة اللي هي كاملة بالقدوم ديال صاحب الجلالة للمدينة المحمدية والضواحي ديالها وكنطلبوا دائما تكرر إن شاء الله بحالة الزيارة لأن من مورا الزيارة دائما كيكون غير الإصلاح بالقدوم ديال سيدنا وفيما كي
يحط رجله في شي ارض سعيده الحمد لله كيكون موراها الخير، لانه الاقدام ديالو شريفه وما يمكن لنا الا نشجعه ونزيدوا ننوه بالقدوم ديال سيدنا لهذه المدينه. نقابي بأحد تاكسيات المحمديه، شكرا على الكلمه ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكريم. الاسم الكريم مبارك الحجري، صفه كاتب عام ديال نقابه سيدتي تاكسي صغيره المحمديه. احنا كنشكروا سيدنا على هذا على هذا على هذا المشاريع اللي هي كيدير لنا في البلاد. ماشي اول مشروع الحمد لله، راه مشاريع كثيره دار، الله يعاونه والله يكون معاه. بغينا يزيد مازال ينمي لنا البلاد مزيان. واللي كنطلب منه من سيدنا واحد المراسله كنصيفطها لسيدنا باسم ارباب الطاكسيات ومستغلي وسائقي سيارات الاجره، لان هذا القطاع عندنا مهمش. كنطلبوا من سيدنا واحد الالتفاته لهذا القطاع ديالنا، لان كاينين الناس بحال السيد الوزير النقل اللي دار لنا واحد المدونه اللي هي يعني مدونه اللي هي صعيبه علينا بزاف، وماشي في المستوى ديال العيش ديالنا. وهاد المدونه اللي دارت ما ضمنتش لنا لا ضمان اجتماعي لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه، الا كيزجرونا فقط. يعني احنا العيش ديالنا احنا محنين فيه، بغينا سيدنا يعطينا واحد الالتفاته. والسائقين يستافدوا تم لي زاغريمون كيستافدوا منهم الناس اللي ماشي في المهنه. احنا نقابي الطاكسيات المحمديه، شكرا على الكلمه ديالك، نتمنى توصل لجلاله الملك مباشره. شكرا. We'll be right back.